السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، عندي سؤال. هو لو كان في شخص كان دائم، يعني عمره كله كان بيجمع صدقات وزكوات من ناس يعني، وهو برضو كان بيطلع بيوزعها لأصحاب الحق، وحاليا هو سقط، يعني سقط تجارته سقطت وكده يعني، وبعدين هو قام بقى يعني باع ما يستطيع انه يبيعه من شقته، يعني من حاجته، اجهزته وعفشه وكده، وذهب زوجته وهكذا، وبعدين يعني واشتغل في مكان ما يعني، الا انه العائد يعني متوسطه من مثلا من 200 ل 500 جنيه في الاسبوع. فهو يعني بيسأل، هل هو لو يعني مش عايز يعني عليه ديون وعليه يعني حاجات، عموما بس السؤال عفوا اسمع، ان هو هل يعني ينفع يجمع لحالته بدون ذكر اسمه مع وصف الحالة؟ والله انا اخشى افتح له هذا الباب، واحد يروح يجمع من الصدقات ويقول لهم في واحد فقير وهو يقصد نفسه. في الحقيقة لا نحب ذلك ولا نستطيع ان نفتي بذلك، سألي عن ذلك غيري.